هل هي تعبت مثلا في فترة من الفترات؟ هي طول عمرها تعبانة والله. طول عمرها تعبانة. يعني حتى بعد ما اتجوزنا أنا وإخواتي والبيت فضي عليها وبنروح لها من آن لآخر، شايلة برضو الهم، شايلة همي وهم ولادي وإخواتي الثلاثة التانيين ومشاكلهم وجيراننا وخالاتي وولادهم. يعني هي قضية. هي ست قضية يعني. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها.